ونفتح اللحظة ملف قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن هذا القرار منفصل عن الواقع ولا تأثير له على قضية الصحراء المغربية. السيد بوريطة كشف أن قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين حكموا بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس منه، موضحا أنهم أظهروا سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية. معطيات أوفى بمعيات محمد رضا العبيدي. قرار لا يعني المغرب في شيء، سطحية في إدراك حقائق الملف وجهل بخبايا قضية الصحراء المغربية وأسئلة تتناسل حول قضاة يغادرون مناصبهم يومان فقط بعد الحكم بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بمحكمة العدل الأوروبية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يكشف حقائق الأمور. قضية الصحراء عندها المجال ديالها الوحيد اللي هو مجلس الأمن، وبالتالي ماشي مسألة ديال محكمة إقليمية ولا ديال قاضي وهذا. ودايوغ كنحل واحد القوس باش كنقول غريب أن القضاة اللي حكموا نهار 4 وسالات الموندا ديالهم نهار 6، على الأقل 6 فيهم مشاو، وهذه يعني تسائل بما فيهم كنظن رئيس المحكمه بنفسه سالات المهمه ديالو يوم 6 في الوقت اللي صدر حكم نهار 4. فمن حيث الاختصاص واضح عند من في قضيه الصحراء. عدم اختصاص في ملف يدرك العالم اليوم تفاصيله وحيثياته ومن يقف وراء افتعاله، أما الواقع فيتحدث عن دينامية أطلقها جلالة الملك عناوينها تأييد دولي متنام لمغربية الصحراء ودعم لمقترح الحكم الذاتي وقنصليات تفتتح تباعا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. اليوم كاين 19 دولة الاتحاد الأوروبي اللي عبرات على دعمها لهذا الموقف، ودول مهمة سواء لارتباطها بالمنطقة بحال إسبانيا وفرنسا، ودول اللي عندها وزن في الاتحاد الأوروبي بحال ألمانيا بحال هولندا بحال بلجيكا لوكسمبورغ هنغاريا تشيك النمسا، ممكن نعدهم كاملين ومازال دول أخرى. هذا هو المسار، هذا هو التوجه اللي كتأكدوا كذلك تواجد قنصليات، اللي كتوجدوا كذلك دعم لسيادة المغرب من قبل دول عظمى، من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبالتالي نقطة أخرى سلط عليها الضوء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قرار محكمة العدل الأوروبية جعجعة بلا طحين، قرار معزول دون أثر يذكر ويتعارض جملة وتفصيلا مع مسار يمضي فيه المنتظم الدولي قدما. توجه اليوم داخل الاتحاد الأوروبي، توجه على المستوى الدولي وخط الطريق دياله. لهذا ما صدر من هذه المحكمة ما لقى أي تجاوب، لا في نيويورك اللي فيها الملف، لا عند الأمين العام، لا عند مجلس الأمن، ولا عند أي طرف. وبالتالي فبحال اللي كنقولوا حنا هي ان كو دي بي دون لو، ما عنده حتى تأثير. قرار معزول انضافت إليه أمس صفعة تلقاها أعداء وحدتنا الترابية في البرلمان الأوروبي الذي رفض إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية في جدول الأعمال. بالمقابل موقف مغربي واضح وصريح. المغرب بحال اللي قال البلاغ ديال وزارة الخارجية لن ينخرط أبدا في شراكة تتمس السيادة الترابية والوحدة الوطنية ديالو نهائيا. والمغرب كيعتبر بأن هذا القرار كيهم الأوروبيين بالدرجة الأولى، هما اللي خصهم يلقاو له الحل. المغرب غير معني، الدول الأوروبية اللي عبرات على هذا التمسك بالشراكة هي اللي خصها تبين كيفاش غتمسك بهذه الشراكة وكيفاش غتلقى الحلول لهذه المسألة. قرار زادته عزلة مواقف أوروبية تتعاقب، عنوانها تمسك وتشبت بالشراكة التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي.